ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم السبت 4 ديسمبر كانون الاول 2021. لا تخلط بين الاوقات وانتظم، اجعل وقت العمل فقط للعمل لا غير، لتتغلب على المصاعب الموجوده من حولك، والا ان اعمالك المزدهره وتعاملك الحسن لن يزيد. التقط الأوقات اليوم بمهارة، وحاول أن تتحدث مع الشريك في منتصف النهار ولو لوقت قصير، وسيعطيك الدافع والحماس اليوم لتكمله، فالشريك متعاون معك وأفكاركما مشتركة. حافظ على الصدق بعلاقتكما. لا تتجاهل صحتك واهتم بنظافتك وغسل يديك. إذا كانت صحتك جيدة عليك الحفاظ عليها وتقوية مناعتك. واظب على حمايتك الغذائية لتكمل حياتك بصحة وراحة أكبر. توقعات برج الأسد للرجل، عبر عن نفسك بطلاقة أينما كنت. الحياة ليست مجرد يوم وقد تألمت أو أحزنت منه، لذلك تأمل في كل يوم جديد حتى تسعد بكل يوم في حياتك، وتتوقع لك الأبراج مزيد من التفوق في الفترة القادمة. توقعات برج الأسد للمرأة، عليك أخذ بعض الدقائق للتفكير في أحلامك التي تستعيد إليها منذ وقت طويل. التفكير فيها ورغبتك في تحقيقها سيمنحانك الكثير من الطاقة للمواصلة. حاولي أيضا التغلب على بعض هذا المزاج السيء بالموسيقى أو المشي في مكان طبيعي هادئ. امنحي نفسك بعض الراحة وتستنفذين طاقتك بسرعة وتدمرين. عليك الاسترخاء قليلا عاطفيا، حاولي تجنب الوقوع في الأخطاء. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. معايا أنا بكبر بيكم ومعاكم.